مجددا إلى تصريح الوزير مروان شرب المهنتي. الموضوع الأساسي بالبلد هو قانون الانتخاب، وبقانون الانتخاب خاصة قانون 60، وكلكم عرفتوا أنه أنا طلبت بتأجيل أو بتمديد تاريخ الإجراء الانتخابات مدته أسبوع، لأنه بالمادة 80 بيقولوا أنه بده يكون نهار أحد، كنا عاملينه بنهار 9 صار بنهار 16. طبعا هذا القرار بده توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، هذا اقتراح من وزارة الداخلية، هو تعديل للمرسوم اللي انعمل سابقا. الغاية منه أنه نمدد كمان مهلة التراشيح، يعني صارت مهلة التراشيح مبدئيا بدل ما تنتهي بعشر الشهر هيدا مددنا هونيك 7 أيام، وبالقانون بحق لي 7 يعني 14 يوم، وعشرة 24، يعني ل24 الشهر هيدا ساعتها بينتهي مهلة الترشيح. طيب معالي الوزير، هل هذا الموضوع هو أيضا لإعطاء فسحة أمل إذا صح التعبير لأنه يتفقوا على قانون جديد؟ صح، بعد أسبوع. صح، عملنا هالموضوع هذا ليكون في فسحة أمل أو فسحة أكبر للاتفاق على قانون، أو يجتمع مجلس النواب ويشوفوا ويقرروا بالنسبة لقانون 60 اللي موجود حاليا. بس حضرتك قلت أنه إذا في تعديل وأنه المختلط بده 6 أشهر، يعني بهالحالة شو بكون عمله؟ لا، أنا أقول بتاريخ 6 أشهر من تاريخ صدوره. إذا صدر على بكرة بدك تحسب 6 أشهر من بكرة. طبعا مع الوزير، ولكن الترشيحات قسم كبير منها مرتبط بالتطور السياسي وايضا تشكيل الحكومه والاستشارات وما الى ذلك، لشو حشرت العالم بمهله محدده حتى ولو كانت؟ لا، انا ما حشرت العالم، انا هيدا الحد الاقصى بالقانون بالنسبه لي، يعني عم بروح بالحد الاقصى بالتواريخ اللي نحن عنا اياها، يعني انا كوزير داخليه مش لما ترشح. نعم، فرضا في قسم كبير من المعنيين من الكتل الاساسيه لم تترشح. انا عندي قانون موجود، القانون بعده ساري المفعول، بحق لي روح بالحد الاقصى للتواريخ اللي موجوده فيه، انا رحت بالحد الاقصى بالتواريخ الموجوده. طلب منك باجتماع بكركي، طلب انه من بعده بالبيان انه بركي انه بنوقف الترشيح، لايقاف الترشيح على قانون الستين. انا اول شيء قلت صرحت طالع لعيد غبطه البترك، لانه انا ما كنت هون نهار العيد، وشفت اجتماع، تفاجأت باجتماع النواب اللي كانوا حاضرين وطلبوا مني هالشي وقريولي انه القرار اللي معمول عن لجنة بكركي. انا جوابي كان انه انا بشتغل قانون، انا غير ملزم بتطبيق ما صدر بوقتها. هلأ بالنهاية القرار مش لوزير الداخلية، القرار بتغيير القانون او بتعديل القانون أو بتجميد القانون هو اللي مجلس النواب. وزير الداخلية ما عنده الصلاحيات أبدا أنه يوقف ترشيح أي شخص، خاصة وأنه بالشق القانوني بقانون 60 الموجود، القانون هو كناية عن قسمين، قسم أول وقسم ثاني. القسم الأول يعني بتقديم الطلبات، القسم الثاني هو إجراء الانتخابات. القسم الأول تقديم الطلبات، أي شخص ضمن الشروط الأربعة اللي منصوص عنا بالمادة 47، أي شخص ضمن هالشروط الأربعة بحق له يقدم ترشيحه، أنا ممنوع لي إني أرفضه. هلا بالشق الثاني إجراء الانتخابات في عوائق كثيرة كمان تقدمت بكتاب، وقلت أنا إنه مثلا لم تؤلف هيئة الإشراف على الانتخابات، لم يوضع بتصرف وزارة الداخلية أي سلفة، لأنه نحن بحاجة تقريبا لحدود 20 مليون دولار لنقوم بنعمل انتخابات. حتى الآن لم يصدر مرسوم بتعيين لجان الأيد. الأكثر من هيك والأهم من هيك، المرشح حسب المادة 52 أو 57، المرشح في عنده نوعين من الصرفيات او نوعين من اللي بده يصرفهم اثناء الانتخابات. المبلغ المتحرك، المبلغ الثابت هو بحدود ال 150 مليون محدد بالقانون، بس المبلغ المتحرك بده يصدر فيه مرسوم ليقولوا له لكل نايب بالاضافه لل 150 مليون قديش بحق لك انت تصرف. بقى كمان هيدا بده يصدر بمرسوم. هالاشياء هيدي الاربعه انا عملت فيها كتاب وبعتها لرئيس مجلس الوزراء، وقلت له انه هالامور هيدي
هالأمور هذه قابلة للطعن في حال أجريت الانتخابات على قانون 60. كل هالأمور ها عم حاول دور الزوايا لحتى نوصل لنتيجة نهائية إنه قانون 60 بالنهاية يتفقوا على إلغاءه. أسبوع مع الوزير يعني اللي ما عملوا بكل هالفترة عم تجربوا إنه تعطوا بعد أسبوع إضافي، برأيك هالأسبوع الإضافي رح يجيب قانون الانتخابات؟ هيدا كان أحد الأجوبة اللي أنا قلتها ببكركي، إنه دائما بننطر آخر شهرين. أنا قدمت قانون، مشروع قانون عن النسبية بمجلس الوزراء وتوافق عليه مجلس الوزراء قبل بسنتين، يعني راح يصير له سنة بمجلس النواب وبعد ما بتينا قانون النسبية يلي هو أهم قانون موجود، أهم قانون موجود. يعني حرام إنه قانون النسبية ما يندرس وما يتاخذ القرار الصائب بالنسبة له. ما نقول لأنه أنا ما بدي النسبية أو أنا ما بدي الأكثر، خلينا نتناقش كلنا مع بعضنا ونطلع بمشروع قانون أو بقانون يكون توافقي. أي موضوع بلبنان إذا ما في توافق ما في حل، والدليل أنه توافقوا على تكليف وإن شاء الله بتصدر قريبا ونقول له دولة الرئيس تمام سلام توافقوا عليه. لكم أحلى التوافق، هالتوافق هيدا بيسهل تكليف بكلف المكلف بتأليف الحكومة بأسرع وقت. يعني التوافق أهم شيء. معالي الوزير، طالما ما وصلتوا لهيئة الإشراف ألا يبطل كل شيء عم تعمله؟ ما في هيئة إشراف يعني طبعا مش يبطل، يطعن طبعا. معالي، هل ستعود وزير داخلية في الحكومة المقبلة في حكومة تمام؟ هذا سؤال ما بينطرح لألي، هذا القرار لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.